بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام إلى الحديث 32 بعد 332، وهو في كتاب الرضاع، آخر حديث في كتاب الرضاع. قال عن البراء بن عازب رضي الله، هنا قال عنه، الصواب يعني قال رضي الله عنهما، يعني أو الأحسن والأفضل، لأنه هو وأبوه الصحابي. يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، جزاك الله خير، شكرا. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أختي، بنت أخي معش، وقال زيد بنت أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد أرضاه بمنقبة يعني، ومدحه بها وحلاه بها. قال الغريب، غريب الحديث، قال دونك، قال دونك ابنة عمك، يعني علي رضي الله عنه قال لفاطمة دونك ابنة عمك، هي بنت حمزة يعني. فقال دونك بكسر الكاف خطاب لأنثى، وهو اسم فعل منقول من الظرف بمعنى خذيها، يعني دونك يعني هو ظرف، ولكنه هنا ورد اسم فعل بمعنى خذيها، تقول دونك كذا يعني خذ، دونك كذا يعني خذيها. طيب، وقال زيد بنت أخي، هنا إشكال يعني فيحتاج إلى توضيح. يقول البنت لحمزة ابن عبد المطلب، وزيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه من قبيلة كلب، فمراده إذن الأخوة الإسلامية التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة. فإذن زيد بن حارثة يقول عن بنت حمزة بن عبد المطلب، يقول إنها ابنة أخي، مع أن حمزة هو ليس أخاه في النسب، ولكن هو أخوه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين، كان هناك مؤاخاة أولا بين المهاجرين بعضهم البعض، بين المهاجر والمهاجر، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان هناك مؤاخاة أخرى بين المهاجر والأنصار. فهو حمزة وزيد بن حارثة كلاهما من المهاجرين، وكان بينهما مؤاخاة. قال أشبهت خلقي وخلقي، خلقي بفتح الخاء وإسكان اللام، والمراد به الصفات الظاهرة، وخلقي بضم الخاء واللام، المراد به الصفات الباطنة. قال ومولانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، أي عتيقنا، لأن زيد بن حارثة كان يعني كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام.
أي عتيقنا، فالمولى يطلق على السيد فيكون مولا من أعلى، ويطلق على العتيق فيكون مولا من أسفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية، ولما نزل تحريم التبني يعني فصار يدعى إلى أبيه يعني. قال المعنى الإجمالي، فالمولى يطلق على المعتق مولى والعتيق مولى، كذلك كل منهما مولى للآخر. قال المعنى الإجمالي، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة وخرجوا من مكة، فإذا توقيت هذه الحادثة أنها كانت في عمرة القضاء في السنة السابعة، لأنه تعرفون لما صارت إيه صلح الحديبية، في لما صار صلح الحديبية في السنة السادسة كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء العمرة مع أصحابه، ومنعهم المشركون واتفقوا على أن يأتوا في العام المقبل ويأتوا بعمرة قضاء عن تلك العمرة التي منعوا منها، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة السابعة. وخرجوا من مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعمرة القضاء في شهر ذي القعدة في السنة السابعة، وهذا قبل فتح مكة. وعند الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تنادي يا عم، فتناولها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعرفون حمزة متى استشهد رضي الله عنه؟ في غزوة أحد، صحيح؟ نعم. فهذه الحادثة يعني بعد استشهاد حمزة بعدة سنوات. يعني هم طبعا هم كانوا موجودين يعني علي وجعفر وزيد، فكأنها يعني تنادي على أحدهم، يعني تريد أن تخرج مع المسلمين ولا تبقى في مكة يعني، فكأنها لا تريد. قال فتناولها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ بيدها وقال لزوجه فاطمة خذ ابنة عمك. يعني طبعا فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعني عم أبيها وعم الأب يعني، وأيضا هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهو يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام من النسب وأخوه من الرضاعة. فقال خذي ابنة عمك فاحتملتها، وعم الأب يعتبر عما للإنسان أيضا، فاحتملتها. فاختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة، علي وأخوه جعفر، علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم أدلى بحجته لاستحقاق الحضانة. فقال علي هي ابنة عمي فأنا أحق بها، وقال جعفر هي ابنة عمي، يعني حجت عليه أنها ابنة عمي، فقال أنا هي ابنة عمي أيضا مثل أشترك مع علي في أنها ابنة عمي، وأزيد عليه أن قال وخالتها زوجتي، أزيد عليها بأن خالة بنت حمزة هي زوجة زوجة جعفر. وقال زيد بن حارثة رضي الله عنه هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة يثبت بها التوارث والتناصر، فأنا أحق بها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم، فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت عند جعفر. الخالة يعني هي زوجة جعفر. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها لجعفر، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وكفى بهذا فخرا وفضلا. وقال لجعفر
أشبهت خلقي وخلقي، فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة من الحلم والكرم واللطف وغيرها، وكفى بهذه بشارة وسرورا، فقد طيب خاطره لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة لا من أجله هو. يعني هذا برضو جواب إشكال، لأنه قد يقال طيب هو جعفر ما خلص هو أخذ الحضانة، لماذا يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني منقبة؟ فقال أن الحضانة هي يعني هي ليست له، وإنما هي لزوجته، يعني الحضانة هي للخالة، ولكن هو يعني طيب خاطره بهذه الكلمة. وقال لزيد: أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منهم. فكل منهم رضي وارتبط بهذا الفضل العظيم. هذا المعنى الإجمالي للحديث. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته والقيام بشؤونه، وهي من رحمة الله تعالى بخلقه. ثانيا، أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم، حيث أقر صلى الله عليه وسلم كلا من علي وجعفر في ادعائه حضانة ابنة عمه ولم ينكر عليهما. يعني الحضانة هناك نساء حاضنات، وهناك حضانات أيضا تثبت للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر يعني أن تكون هناك حضانة للرجال، ولكن كان التنازع في الأولوية. فلو كان الرجل يعني هو الأولى في ترتيب الحاضنين فيستحقها. قال ثالثا: أن الأمة مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها وبرها. رابعا: أن الخالة تلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة. طبعا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم يستدل به الفقهاء الذين يقولون بتوريث ذوي الأرحام، فعند عدم وجود الوالثين من يعني من ذوي الفروض والتعصيب، فالخالة تكون وارثة وتأخذ ميراث الأم. قال خامسا: أن الأصل في الحضانة هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر، وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمنقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيم. سادسا: أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه، فإذا رضي بقيامها بالحضانة فهي باقية على حقها منها. أو قال: وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لجعفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة حين نازعها مطلقها في ابنهما: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود. وطبعا هنا يعني التعليل، بعض الفقهاء يقول التعليل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لامرأة متزوجة، الخالة جعل لها الحضانة رغم أنها متزوجة، فبعض يجعل التعليل أنه أن زوجها ذو رحم يعني من المحضونة، يعني البنت المحضونة الحضانة يعني تستحقها الخالة، ونظرا لأن الخالة متزوجة من بنت يعني هو زوجها، تكون البنت المحضونة هي بنت عمه، فهو من ذوي رحمها من قرابتها، فلذلك يعني
مستثنى من أن المرأة إذا كانت مزوجة فيسقط حقها في الحضانة، أنها إذا كانت مزوجة من ممن هو يعني من قرابة المحضون فلا يسقط حقها. والتعليل الثاني أنه حتى لو كانت مزوجة بغير قريب ولكن الزوج رضي بأن تكون زوجته حاضنة لهذا الطفل فلا يسقط حقها في الحضانة. فهذا الذي يعني اختاره المؤلف هنا وجعله هو التعليل، يقول لماذا يسقط حق المرأة المزوجة في حضانة أولادها؟ لأن حضانة الأولاد تشغلها عن حقوق زوجها. فيقول فإذا كان الزوج يعني قد قبل بذلك وعنده استعداد لأن تكون زوجته حاضنة لأولادها، تزوج امرأة لها أولاد ووافق على أن تكون زوجته حاضنة لأولادها فلا يسقط حقها في الحضانة بالتزوج. يقول فبهذا جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث أنت أحق به ما لم تنكح. قال سابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعا بما طيب أنفسهم وأرضى ضمائرهم فراحوا مسرورين مغتبطين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أي البنت أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته، فإن ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد، ويكون الصبي مقصده معاشرة الأشرار وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة، فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه، ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله. وليس هذا الحق، يعني طبعا هناك يعني تفصيل عند الفقهاء في مسألة التخيير، إذا بلغت يعني الطفل سواء كان ابنا أو بنتا فالحق به الأم، الأم أحق به من الأب إلى سن 7 سنين. ثم عند 7 سنين بعض الفقهاء يقول البنت تكون مع الأب مباشرة وأما الابن فإنه يخير بين أبويه، وبعض الفقهاء يقول بل كل من الابن والبنت يخير بين أبويه إذا بلغ 7 سنين. فهنا شيخ الإسلام يقول يعني قد يخير الطفل بين أبويه فيختار مثلا أن يكون مع أبيه أو يختار أن يكون مع أمه، قد يكون سبب الاختيار أن الطفل يريد يعني أن يعاشر الأشرار ويترك التعليم ويترك، وأحد أبويه يعني هو الذي يعني الذي يسهل له مصاحبة الأشرار ويسهل له ترك العلم والأدب والصناعة وكذا، وسبب عدم اختياره للطرف الآخر من والديه أنه يشد عليه في التعليم والتأديب ويمنعه من مصاحبة السيئين. فيقول في هذه الحالة يعني القاضي ممكن حتى لو الطفل اختار أحد الأبوين، ولاحظ القاضي أنه اختاره لهذا التعليل الفاسد والطفل عقله ضعيف ولا يعرف مصلحة نفسه، فممكن القاضي لا يعمل بهذا الاختيار ويحكم للطرف الذي لم يختاره، إذا لم اتضح أن الطرف الذي لم يختاره الطفل هو بسبب إيه؟ أنه يعلمه ويؤدبه ويحافظ على دينه ويمنعه من مصاحبة الأشرار والثاني لا يفعل. قال وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالقرابة والنكاح والولاية، بل هو جنس الولاية، ولاية النكاح والمال
التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان. يعني يقول موضوع الحضانة الترتيب فيه ليس مثل ترتيب الميراث مثلا، بغض النظر يعني صاحب الحق في الميراث سواء كان صالحا أو فاسقا أو يعني يستحق نصيبه في الميراث ولا ينتقل عنه إلى الآخر، حتى لو كان الآخر أصلح منه ولكنه ليس صاحب الدور في الميراث وصاحب الأولوية فلا ينتقل إليه. لكن يقول مسألة الحضانة ليست مثل موضوع الميراث، وإنما هو يعني شيء لابد فيه أن يكون الحاضن قادرا على الواجب وعلى فعل الواجب، على هو مسؤولية لابد أن يكون قادرا على فعلها بحسب الإمكان. ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب. يعني يقول النصوص الواردة يعني كأنها قضايا أعيان، يعني أن طفلا خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أبويه لما بلغ سبعا، أو لكن هل يعني ما ليس هناك يعني نص قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه مثلا كل طفل بلغ سبعا فيخير، وإنما يعني هي واقعة نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول قد تكون في هذه الواقعة المصلحة في التخيير، وقد يكون هناك واقعة أخرى ليست فيها هذه المصلحة. ثم قال رحمه الله: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، ومن حضنت الطفل ولم تكن الحضانة لها ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة. كل أم إذا تزوجت يسقط حقها في الحضانة. طيب إذا تزوجت واستمرت حاضنة للطفل رغم زواجها فهي يقول هي ظالمة بالحضانة، فإذا طالبت بالنفقة فلا يحق لها النفقة لأنها ظالمة بكونها حضنت الطفل وليس من حقها أن تكون حاضنة. قال: وقال الصنعاني: لم يتكلم الشارح أي ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد رحمه الله له شرح على عمدة الأحكام، والإمام الصنعاني له حاشية على ذلك الشرح، العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، يعني الكتاب الصنعاني العدة حاشية على إحكام الأحكام اللي هو شرح ابن دقيق العيد على العمدة لعمدة الفقه لابن قدام. فالصنعاني يقول اللي هو صاحب والمحشي صاحب الحاشية يقول: لم يتكلم الشارح على التوفيق، هذه التوفيق بين حديث الباب والحكم بالحضانة للخالة، وبين حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال له لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أخرجه أبو داود. فيقول الحديث الذي معنا يفيد أن الخالة يعني حاضنة حتى ولو كانت مزوجة، والحديث الآخر يفيد أن المرأة المزوجة يسقط حقها في الحضانة. فيقول لم يتكلم عن التوفيق بينهما، وذكرنا التوفيق أنه إما أن حقها لا يسقط إذا كان زوجها ذو رحم من مع المحضون، أو لا يسقط إذا كان زوجها متنازلا عن حقه وقابلا بكونها يعني تحضن. وقال ابن القيم: إنه حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدا من الاحتجاج به،
وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويد غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تعرفون أكيد يعني في اختلاف، ناس قالوا هو من أصح الأسانيد وناس ضعفوا وناس قالوا يعني هو حديث حسن وناس كده. فيقول هذا يعني حديث هو أصل في هذا الباب، وأنت أحق به ما لم تنكحي، واحتاج الناس إليه واستدل به الأئمة الأربعة رغم أنه من حديث عمرو بن شعيب. قال: ووجه المعارضة أنه صلى الله عليه وسلم حكم بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة بجعفر، ولم يقل إنها سقطت حضانتها بتزويجها، وجمع بينهما بأن الزوج رضي بأن امرأته تحضن من لها حق في حضانته، بقي حقها ثابتا في حضانة من يستحق حضانته. وها هنا قد كان الزوج وهو جعفر هو المطالب في حق حضانة بنت حمزة لخالتها، فهو رضا منه وزيادة. قل ما الدليل على أن زوج الخالة راض بالحضانة؟ زوج الخالة اللي هو جعفر، الدليل أنه هو الذي طالب بأن تكون زوجته حاضنة للطفل، يعني هو ذهب ونازع ويريد أن تحضن زوجته الطفل، فالمطالبة هي يعني رضا وزيادة، يعني مش هي اللي كانت، يعني ليس زوجته هي التي كانت تطالب بالحضانة وهو يعني رضي وقبل، ده هو أصلا اللي كان يطالب بحضانة الطفل عند زوجته، فهو رضا منه وزيادة. قيل: وكأن وجه سقوط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت من شغلها بحق الزوج عن الحضانة، فإذا رضي الزوج بقي حقها ثابتا لعدم المقتضي سقوط حقها في الحضانة. نكتفي هنا بهذا القدر من تيسير العلام، وننتقل إن شاء الله إلى إجماع الأئمة.